تكنعو ما كنتش داخل كاع بزاف، ولكن هذيك الدريله غرق ليه غارق بزاف. لا انا كنت حاط وكنت ما كنت غارق بزاف، كنت غارق بزاف. من الدار البيضاء اوريو، هاد العلامه الرائده في لي بيسكوي دخلت الموسوعه غينيس. اجيو نشوفوا كيفاش وعلاش. غادي نحطموا الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوريو دقه وحده واجدين. ايها سيادي، اوريو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيم هذا الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص، كلهم جاو يذوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربه كاملين كيحماقوا عليه، واللي تم انتاجه في المغرب اخر مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. اوريو عزيز على المغاربه كاملين، هذه بعدا انا كنعترف بها. اوريو هذا البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكه وغير بزوج درهم. ايوا دابا كلشي يقدر ياكل اوريو. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.